النزام، تعال فك النزام، فك النزام ما بينها. أنا عارف إنه بدك تتكاتلي معه، أنا عارف. اهدي اهدي، بس بس بس، تعال 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 تعال. كيف عاد كيف؟ طب نترك لهم حبة هان ونروح إحنا لهذاك. يا حجة مش انت، هنروضهم يعني هنروضهم. تعالي بس تعالي، على العموم احنا هنروضهم ان شاء الله، هروضهم وحفرجيكم كيف انا بروضهم. جمت علي علي، جمت والله، خاف منها وهرب، تخبى في البيت. لا 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 يا صقر. هامل. تعالي خلص خلص، ايش بدك فيه؟ تعالي كلي، تعال تعال، بس صلى على النبي، صلى على النبي كلي. هي عشان لسه جديدة وانا لسه ما روضتها، روضت بس صقري او الصقر. واخيرا جبنا السلالة الحمراء والتهجين فيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير، اليوم ان شاء الله هنفرجيكم السلالة اللي جبناها والصار في الرومي القديم الاسود، السلالة السوداء. هنتكلم كثير والسعر والوزن وحاجات كثير، وخلكم معنا من اول الفيديو لاخر الفيديو زي ما تعودنا. واربط حزمة الأمان وانزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه جرس الفقرة زين لسه كل جديد، وخلنا نروح ولس يا. تمام يا إخوان، زي ما وعدناكم حيتم تجديد طيور المزرعة، فان شاء الله مستمرين في تجديد طيور المزرعة. طبعا يا اخوان خلنا نطلع على الاحداث الاخيرة اللي صارت. طبعا جماعة الخير، تم بيع الديك الرومي الاسود او السلالة السوداء، وتم جلب بدالها في ثمنها، يعني بيعتها وبالثمن تبعها جبنا السلالة الحمراء او البنية، فحنشوفها في الفيديو هذا ان شاء الله. طبعا زي ما شايفين هذول هم زوج، هنتكلم كثير في الحلقة هذه، هنتكلم إن شاء الله عن السعر وكيف أنا تم اللي هو البيع أو المقايضة وإلى ذلك. تمام، اللي بدي إياه منكم إنه أنتم تتموا معنا من أول الفيديو لآخر الفيديو عشان تستفيدوا أكثر. أدام أدام، روح شوف الأنثى بتاكل في الزرع، اجري. أكلت الزرع يا بابا، كشها صقر ومحضية، أكلت الزرع محضية وصقر. تمام يا إخوان، خلنا على السريع نفوت. خلص سيبها سيبها يا بابا، روح روح اقعد على المرجيحة حبيبي. خلنا نروح نفتح عليهم ونشوفهم، نتكلم أكثر وكيف صار اللي هو البيع وهيك. تم، انا قبل هيك قلت لكم انه امير اطلع المرجيحه بابا، قلت لكم انه انا حتم اللي هو تغيير كل طيور المزرعه. امير على المرجيحه يا بابا، طب يلا روح. قلت لكم قبل هيك انه حيتم تغيير تقريبا طيور المزرعه، وانا حاليا بغير. طبعا جبنا الزوج هذاك الهراتي، وكمان حنجيب سلالة ثانية وحنبيع اللي هو البط، وحنبيع كمان الأوز، وحنجيب سلالة ثانية. بدناش نطول عليكم، خلونا على السريع هيك نفوت. طبعا هذا هو الزوج اللي أنا جبته، الأنثى معطية على حلبي أو على لون اللي هو اللي انتم شايفينه، أما الذكر معطي على لون بني غامق. فهذه السلالة أدقل من اللون الفوق اللي بيكون لونه أحمر أو اللون الثاني. يا حجة ارحميني ارحمي، أضبك أضبك يعني، تاكليش الزرع.
الفاضي مش مستقنع. تمام وين كنا؟ اللون هذا اللون اللي بيكون لون احمر غامق بيكون اثقل او بيكون في الوزن اثقل. خلينا نطلعهم ونشوفهم اكثر. يلا يا حج حج بعدين تتقاتل مع الطاووس. يلا 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 بعدين تتقاتل بعدين. اطلع بس اطلع يلا. يلا اطلع. والله صقر ما هو هامه ولا حاجة. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بس يا بابا بس. طب بس سقف قاد وخلاص. تمام يا اخوان هذا هو النوع اللي انا جبته. صراحة ما خبيش عليك ودورت على يعني صغير في العمر ولكن ما لقيت يعني ما لقيت. فاضطرت انه انا اجيب الزوج هذا. طبعا ده طلع علي يا جماعة تقريبا ب120 تقريبا. في الايام الجاية حقول لكم اشياء اكثر عنه. زي ما شايفين هذا هي الانثى تقريبا. الزلمة او الراجل حكالي انه الانثى عمرها عام على هوا كلامه. اما الذكر على هوا كلامه فهو حكالي انه عمره عامين. فنأمل ذلك ويكونوا يعني صغار في السن مش كبار في السن. امير اطلع لي على المرجيحة حبيبي يا بابا. وان شاء الله نشوف منهم سلالات. ادم تعال فك النزام. فك النزام ما بينهم. فك النزام فك فك. يابا طلع الارنوبه طلعها. تمام خلنا ناخذهم غاد عشان ما يتقاتلوا مع الطيور. طبعا انا مطلع حان حمدي وفاء وشحبوره. وفاء غاد كبروا. طبعا رجلها بتجعها مش عارف ايش قصتها يا جماعة. وفاء الرجل تبعها بجعها وقاعدة بالشكل هذا بالشكل هذا قاعدة. ولما تيجي تمشي بتعرج. طبعا انا برجح انه يكون حاجة قرصاها في رجلها او اشي الثاني يكون ولد من الاولاد بالغلط هيك مسكها هيك ولا هيك او مداعس عليها فرجلها مزعوجة. فحنهتم فيها ان شاء الله في الايام الجايه. قاعده تخبط لي الارنوبه. ما هي كبرت بطلت لقيت بدها تنحمل فهمت. قبل كانت صغيره كانت بدها تنحمل. طلعوا طلعوا نشوفوا. بسم الله ما شاء الله يا جماعه الخير. وزنه وارتفاعه وحجمه اكبر من الذيك اللي كان عندي ما شاء الله. يعني مره يعني بنص مره اكثر بالوزن بنص مره. مش عارف اهدى يا حاج جقف خلينا اصورك. نازل بروح يمين وشمال. المهم خلينا يروح غاد عشان ايش نصور اكثر. قلت لكم قبل هيك هذا اللون الغامق او الاغمق من اللون الحلبي بيكون اثقل بمره او بنص مره. بيكون اثقل بنص مره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام خلينا نشوف الطرمس تبعته والرجل ونحدد هل بنقدر نحدد عمره ولا لا. اما اعتقد الانثى الريش اللي في راسها بحدد. شايفين الريش هذا اللي في راسها فوق في الاعلى هذا. لما تكون الشعر كله هذا ناحل وراسها بيكون جلد بتكون كبيره اكثر من 5 سنوات. انا هيك اللي اكتشفته لانه انا مربي عندي قبل هيك الرومي. بعد 5 سنوات بتلاقي الانثى راسها كلها صار اقرع. فهذه ان شاء الله يكون فيها خير. نأمل من الله. وبنفس الوقت الذكر اتمنى يعني نأمل من الله انه يكون بخصب ويكون في اللي هو ذرية. كان نفسي والله انه انا اجيب من الشباب الصغير وربي معك ولكن ما لقيت يعني ما لقيت صغير. كله بالغ. كل اللي شفته بالغ. وهذا الجوز يعني مناسب ثمنه مناسب. صراحة المية وعشرين مش هيك مش هيك يعني مش فلوس اديت اياهم. تم مقايضة على الذكر لانه احنا بينا 3 اناثي
تم المقايضة على الذكر ودفعت له إشي بسيطة فطلع علي اللي هو 120 الزوج. بسم الله ما شاء الله. صراحة الذكر لحاله بيستاهل 100 شيكل والأنثى 50، هيك 150. ففي الأيام الجاية هنقولكوا إيش أكثر عن المقايضة هذه. صارت مقايضة ثانية بنفس المقايضة، يعني إحنا ضربنا أربعة في واحد بنفس اليوم. فكان نفسي أن أصور قبل يومين أو ثلاثة أيام، الذاكرة بتجيبكم أظن قبل ثلاثة أيام كان نفسي أصوركم، ولكن بصير عندي حاجات زي مثلا أنه الكهرباء بتقطع وبقدرش أن أنا أشحن الفون والأوزمو موبايل عشان أصور لكم، وكل المقاطع اللي تنزل قبل هيك كانت مصورة قديمة. يعني في برضو من قطاع غزة بقول أنت كيف عندك التشتي وإحنا عندنا ما بتشتيش. فكنت منزل فيديوهات كانت تشتي قبلي، يعني كان تصوير قبل ثلاثة أيام. فهذا الإشي اللي أنا يعني كذا مرة أحكي لكم عنه، أنا مش مخبي عنكم، يعني كذا مرة أقول لكم هذا التصوير مثلا قديم، وفي بعض من الإخوة ما كان يعني يستوعب، فبقول لي أنت كيف بتشتي عندك وإحنا ما بتشتي عندنا. بس بسم الله ما شاء الله، هذا هو الزوج اللي أنا جبته. أتمنى أنه يطلع يعني كفو وناخد اللي هو سلالة منه إن شاء الله. حتى الأنثى يا جماعة الخير أكبر من الأنثى البلدية اللي يعني الأناث الثلاثة اللي كانوا عندي أكبر منها ما شاء الله. تمام، خلنا نجيبهم هيك عن قرب ونفرجيكم إياهم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الزوج اللي أنا قمت بجلبه، فإن شاء الله ربنا يرضينا فيه ويتم اللي هو الإنتاج منه ونشوف ذريته. زي ما قلت لكم مش هخبي عليكم، هنحكي لكم في الفيديوهات الجاية أكثر وإيش إحنا جبنا وإيش بعنا كمان في المزرعة. كل هذا تجديد في المزرعة لأجلكو، أجل اللي هو المزرعة على أساس تكون المزرعة فيها تجديد وتغيير. وقبل هيك أنا حكيت لكم أنه هيصير في تجديد وتغيير، وبالفعل هيني أنا بجدد وبغير. فالمطلوب منكم أنه أنتو برضو تدعمونا بلايك، ولو أنت لسه مش مشترك في القناة أتمنى أنت تشترك في القناة وتفعل تنبيه الجرس الفاخر بحيث أن يصير كل جديد، وتتفاعل معنا بكومنت بلايك. طبعا الطيور الجديدة مش متعودة علي عشان هيك، اما الطيور القديمة اللي عندي اللي انتم بتشوفوها هذه او اللي لها فترة او خمس او ست ايام. صقر تعال، شايفين هذا انا روضته بثلاث ايام وله عندي ست ايام تقريبا، والانثى تبعته كمان. اشي حلو ان انت تروض الطيور وتخليها تيجي عندك زي ما شايفين، فان شاء الله هروضه يا جماعة الخير، هروض الرومي وهخليه يجيني. خلنا نجرب هيك مع بعض اول الترويض، وانا كيف بأروض. على سبيل المثال باجي بمسك حبة اكل هيك، بسم الله، وبروح للزوج
وعندما اروح للزوج بمد ايدي لإله او برش له اول شيء حبه هيك، وبعد ما رش الحبه بتلاقيني ايش بسوي؟ برش كمان واحده عشان ايش ينتبه اكثر. انا عارف انه بدك تتكاتلي معي، انا عارف، اهدي اهدي بس بس بس، تعال 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 تا 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 تا. كيف عاد كيف؟ طب نترك لهم حبة هان ونروح احنا لهذاك. تا 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 تا. يا حجة مش انت، هنروضهم يعني هنروضهم. تعالي بس تعالي، تا 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 تا. على العموم احنا حنروضهم ان شاء الله، روضهم وحفرجيكم كيف انا بروضهم. هجمت علي علي، هجمت والله، خاف منها وهرب تخبى في البيت. لا 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 يا صاقر. هامل تعالي، خلص خلص ايش بدك فيه، تعالي كلي، تعالي تعال بس، صلى على النبي صلى على النبي وكلي. هي عشان لسه جديدة وانا لسه ما روضتها، روضت بس صقري او الصقر، روضت الانثى تبعته. هذه هي محظية، في حد بسمي محظية؟ والله ما انا عارف. تمام يا جماعة الخير، طلعنا معاكم فرجيناكم الزوج الجديد اللي قمت بجلبه. طيب ليش بودم جبت زوج؟ كان جبت كذا واحدة. اول حاجة هاي اللي لقيته عنده، ثاني حاجة ما حبيتش اكتر، قلت خليه على زوج زوج زوج، يعني من كل سلالة زوج زوج زوج، واذا كترت ذكر وانثيتين من كل سلالة عندي في المزرعة. تمام، رجعنا السلالة اللي هي الرومي بالاحمر، استبدلناها من الاسود للاحمر، وعندنا سلالة البط، وعندنا كمان سلالة اللامبرجيني، هذا هو يوسي وكيتي زي ما شايفين هدول هما، وعندنا سلالة البراهمة هاي وراهم، وعندنا كمان سلالة الدجاج البلد. ان شاء الله هجيب له هجيب ذكر او ديك لإلهم في الصندوق غاد، وعندنا كمان سلالة الدجاج المقاتل زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، وعندنا اللي هو الطاووس بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا كذا سلالة في المزرعة ما شاء الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وطبعا السمان، انا مفكر اجيب سمان ولكن مش هلقيت، عبل ما تدفي الدنيا في عنا سمانتين من اصل تقريبا 19 جوز، 19 لا 9 تجوز، من اصل 9 تجوز عنا تقريبا حبتين كله مات صراحة، كان في واغش ومات وعدل الطيور وموات اللي عنده طيور كثير، بدناش نعيد ونزيد انتو عارفين، بس اللي اجا جديد حابين نحكي له. فبس وبرضو عندنا سلالة الاوز اللي حيتم اللي هو بيع الانثى، حنبيع اللي هو الانثى ونجيب بدالها انثى تانية لعل وعسى انه يصير عندنا انتاج ان شاء الله. وبس بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفوقي بحزين ليصلكم كل جديد. حبايبي بتمرش عليكم يوم ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.